نجي تولي سوسه نلغي التاكسيات الجماعي من باب بحر، ونحي الفوضى في وسط بلاد العربي في شارع فرنسا، ونحجر على المحامين يخدموا الكتاب نامبورت كي، ونقضي على انتصاب الفوضى في سوق لاحات. كان جيت ولي نتلها بالشباب اللي يخدموا في البلديه ينظفوا وقاعدين يخدموهم في بعض الثوره، رسموهم في السطات ثم 12 واحد تمشي بتلقى حتى واحد يخدم، ياخذوا 780 طلب الشهر، وينظفوا اللي يعملوا الزكوات وينظفوا الزكوات والكياسات، وما تمشيش الفلوس تاكل بها الصحاح. نظافة نشرت على العباد النظافة، كل واحد يحط زبلته قدام داره وما تعيش في الشارع، باش البلاد كان كل واحد ينظف من بلاصته وكل شيء ينظف. أخت والإدارات هذه يخدموا تقريبا دقيقة في النهار ولا زوز دقائق، النهار كامل هما يحوسوا، النهار كامل هما يحوسوا، هذوما الإدارات واللي لاعبين هيخدموا كل شيء، هما ماهمش يخدموا يدزوا في البيدق وكاو، كلهم يخدم في شهرية من غير ما يخدموا، برشا إدارات تاخذ في شهرية يبدا ماهوش يخدم. بالنسبة للقرار بالنسبة لنا كيما نقولوها النظافة من أهم الحاجة، النظافة التنظيم بصفة عامة كل شيء. ليلى محمد صلى الله أعطينا بطبقة ضعيفة، شنو المحتاجين، الناس المحتاجين كل شيء، والنظام من أساس الحياة، النظام والنظافة من أساس الحياة. بالفوضى وكل خلي الناس تخدم ودولاب. إيه والله إذا كانوا ما يحركوا دولاب خلي يخدموا، ما إذا كانوا عندهم فهمتني، خاطر هما عندهم عائلات فهمتني، لازم يشوفوا لهم حل فهمتني، ثم ناس زوا ولا مساكين فهمتني يحبوا يسترزقوا فهمتني، ماشي كل بالكيفية اللي تصورها أنت، خاطر ثم حوايج لازم يطلب فهمتني مصروف العائلة فهمتني.